بسم الله. في قديم الزمان كان قرد يعيش في غابة تقع على ضفة النهر، وكان يعبر يوميا إلى جزيرة ليأكل ما لد وطاب من الفواكه. كان يعيش في ذلك النهر تمساح مع زوجته. لفت القرد انتباه التمساح فأصبحت تراقبه كل يوم أثناء ذهابه ورجوعه. ذات يوم اشتهت التمساحة أكل قلبه، فقالت لزوجها: زوجي العزيز، أرغب في أكل قلب القرد التمساح. حسنا، سآتيك به. اتجه التمساح نحو الصخور واختبأ بينها منتظرا رجوع القرد. لاحظ القرد أثناء عودته جسما غريبا بين الصخور، فحدق فيه جيدا، فتبين له أنه التمساح. فقال في نفسه: يا إلهي، ساعدني كي أنجو من هذا الفخ. بقي القرد يفكر في طريقة تخلصه من التمساح ليرجع إلى أهله سالما، ثم قال في نفسه: لن تنال مني أيها التمساح الشرير. اقترب القرد من ضفة النهر وقال بصوت مرتفع: لما أنت مختبئ بين الصخور أيها التمساح؟ تفاجأ التمساح وارتبك قليلا، ولكن حافظ على هدوءه وقال في نفسه: تبا لهذا القرد، إنه أذكى مما توقعت. قرر التمساح مواجهة القرد فقال له: إن زوجتي ترغب في أكل قلبك. قال القرد: أتريد قلبي لزوجتك؟ حسنا، افتح فمك جيدا، وعندما أقفز يسقط قلبي بداخله، حينئذ يمكنك أخذه لزوجتك العزيزة. قطف القرد حبة فاكهة من شجرة وراح يقفز فوق الصخور، وعندما اقترب من التمساح رماها في فمه المفتوح وراح يقفز ويجري لكي لا يلحق به التمساح.